ما شاء الله والحمد لله رب العالمين. وفي هذا اليوم خلصنا من إعمار البيت وتنظيف البيت، وهذه أول غرفة نوم ندوة. الحمد لله والشكر لله على ما أعطانا. هلا بانتظار الأثاث، وإن شاء الله هذا أول صالون. هاي غرفة نوم، أيوة. أوه هايها جاهزة مشان الكمبيوتر. هذه غرفة قاعدة، بدناش نعملها غرفة نوم. أوكي، وبنيجي إلى الحمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. وبنيجي إلى المطبخ يا شباب. وخلينا نفوت كمان على غرفة نوم ثانية. هاي غرفة نوم رقم ثلاثة. نحن بانتظار صالونين يجين يوم السبت، وغرف نوم إن شاء الله في هاليومين. وبنيجي هيك إلى هذه غرفة الأكل. هذا التلفزيون مؤقت، هذا مؤقت، وهذا الصالون القاعدة الرئيسية للعيلة. طيب يا حبيبي أنا قلبي معك. وبنيجي لغرفة الغسيل. أوكي يا حبيبي أنا، يا الله لا شكرا. هلا بنقول الشكر لمن قام بتنظيف البيت اليوم، اللي هو 30/5/2013، الست كوثر ام محمود، ونوال زوجة المرحوم فتحي يوسف ياسين تايه، وأم ماهر بارك الله فيهن. والشكر الجزيل على خدمتهن ومساعدتهن لنا.
نشوف شغال. أوه. واو جود يا الله.